كيف هي استعدادكم لمباراة الأهلي القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استعدادنا على تم يرام، يعني أخذنا أول مباراة في الموسم بحصد 3 نقاط وهذا الأهم. صحيح أننا يمكن ما ظهرنا بالمستوى المطلوب في المباراة الأولى، وهذا شيء طبيعي، يعني دائما في أول مباراة الموسم يكون فيه يعني بداية الموسم، يعني لازم تكون ما يكون فيها استعجال، ما يكون فيها، فشيء طبيعي أنه يحصل فيها عدم انسجام عدم، لكن إن شاء الله راح يعني مع الجهاز الفني قدر أنه يعني يشوف أخطائنا في المباراة السابقة وطبق يعني أكثر من نهج تكتيكي داخل الملعب، ودرس يعني النادي الأهلي يعني نقاط الضعف نقاط القوة عندهم، وإن شاء الله جاهزين لهذه المباراة. راح تكون إن شاء الله مباراة يعني قمة بين فريقين كبيرين، وإن شاء الله تكون يعني من صالحنا يعني مستوى النتيجة. المدرب الفريق جوستافو كوستاس تكلم انه قال بخلي لاعبه الوسط يستحوذون على الوسط الميدان ويضغطون على لاعبه الاهلي عشان نسيطر على وسط الميدان. مو لاعبه الوسط، يعني كل الدفاع الوسط والهجوم الموجودين داخل الملعب يعني راح يكونون يعني فريق واحد، يعني يدافع يهاجموا مع بعض ويدافعوا مع بعض، يعني ما في يعني مثلا مركز معين هو اللي يقوم بالادوار يعني الهجوميه والدفاعيه. فريق الاهلي فريق كبير ما يستهان فيه، راح نقدم إن شاء الله مباراة طيبة. المدرب يعني طلب منا أشياء راح نطبقها إن شاء الله. منضم حديثا صفوف نادي النصر، كيف وجدت الأجواء في البيت النصراوي؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وثاني شيء يعني الحمد لله يعني قدرت أتوفق الحمد لله انضمام لنادي النصر، وإن شاء الله بإذن الله طبعا يكون وجهي وجه خير لنادي النصر، إن شاء الله أقدر أسعد جمهوره وإدارته، واللاعبين طبعا ان شاء الله ما راح يقصروا معنا، ان شاء الله والله يوفقنا ان شاء الله باذن الله. مباراه غدا امام فريق الاهلي كيف تراها؟ والله طبعا ما شاء الله يعني الاهلي فريق كبير، وطبعا نادينا نادي كبير، وان شاء الله تكون مباراه يعني خير لنا ان شاء الله نقدر نتوفق فيها، وان شاء الله نسعد جمهورنا وادارتنا ان شاء الله. الحمد لله ان كسبنا المباراه الاولى واللي كانت اهم معنويا لنا كلاعبين حتى الجهاز الفني، واكيد المدرب تابع الفريق الاهلي وفريق كبير، يعني راح تكون مباراه صعبه شوي علينا بما انها بتكون في جده في ارض النادي الاهلي، بس ان شاء الله اننا مستعدين لها، ان شاء الله راح ندخل علشان نكسب 3 نقاط باذن الله. مباراة النصر السابقة أمام الرائد يعني قدمت أداء مميز، أنقذت الفريق من كم هدف، هذه نتجت عن أخطاء في وسط الميدان، المدرب كان يقول في مؤتمر الصحفي راح نعالجها. أول شيء الحمد لله يعني أدائي كان يعني قدرت أني أساعد فريقي الحمد لله، هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ووقفة الجماهير معي وحتى زملاء اللاعبين، يعني تعرف دائما يعني إذا كان الفريق ما كان في يومه طبيعي أن يعني الحمد لله الحارس كان في يومه وأنه قدر يساعد الفريق، والعكس صحيح بعض الأحيان الحارس ما يكون في يومه والفريق يسانده ويعوض الشيء اللي حصل، يعني هذا شيء طبيعي زي ما قال لك، يعني المدرب عرف الخلل اللي كان في الفريق في المباراة الأولى وراح أكيد أنه اشتغل عليه الفترة اللي راحت، وإن شاء الله أن الفريق راح يظهر بصورة حلوة إن شاء الله في المباراة.